شنو افضل المكونات الغذائيه اللي خصها تكون في المائده ديال السحور؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه اليوم رفقه يونس الزهري اختصاصي في التغذيه والحميه العلاجيه بالمستشفى الجهوي بني ملال. دكتور يونس السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ رمياء. اش اخبارك؟ كل شيء في امان الله؟ بس الحمد لله انتم بخير على خير. الله يبارك فيك شكرا لك سيونس. طيب قبل ما نتكلموا على السحور المثالي او لا شنو من المكونات اللي خصنا نتناولوها في السحور باش تعطينا نشاط تعطينا طاقه والاهم تخلينا ما نحسوش بالجوع ما نحسوش بالعطش، فكاينه مجموعه ديال العادات الخاطئه هي عادات غذائيه اللي اليوم بغيو نتكلموا عليها ونصحوها، بحال مثلا الاكثار من المواد من السكريات من يمكن المواد اللي فيها الدسم كثير، فشنو هي هاد الامور اللي غلطه وخصنا نصحوها اليوم سيونس؟ تفضل. هيا السلام عليكم بعدا. مرحبا بكم وتحيه للطاقم التقني ديال راديو اصوات وتحيه للمستمعين ديالنا الكرام. وكما كما قلتي كاين هنا بعض العادات الغذائيه اللي تنتناولوها في السحور ولا قبل السحور، يعني كنتناولوا بعض الوجبات اللي تيكونوا حنا كنعتبروهم سحور وما ماشي سحور. مثلا قرر صلى الله عليه وسلم هنا عجل الفطور واخر السحور فوالا، والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول ايضا في حديث اخر تسحروا فان في السحور بركه فوالا. دونك هنا مذكورين جوج ديال الوجبات الفطور والسحور هنا فوالا. دونك هنا الناس كاين بعض العادات الغذائيه الناس كيتناولوا العشاء على شكل سحور. مثلا كاين الناس اللي كيتعشاو مع الوحده دابا ولا جوج، يعني دابا حاليا الفطر كيودن مع تقريبا مع 4 وربع تقريبا، اي 4 وربع 4 وثلث تقريبا. دونك الناس كياخذوا هذيك الوجبه ديال السحور العشاء على انها سحور وكيناسوا يعني ما كيشربوا لا ما ما كيصليو ما حتى حاجه فوالا. هنا هذه العاده خايبه بزاف. علاش؟ لان العشاء ديال السوق تيكون واحد البلا بروتييك تيكون الدهون تيكون السكريات. هنا الجسم ديالنا والبنادم كينعس نيشان، هنا الجسم ديالنا كيتمحن باش يحول هذوك الاغذيه المواد القيت الفيتامينات والمعادن الى اخره. هنا في هذه العمليه ديال الهضم تتكون صعيبه وكتستنزف الجسم ديالنا، يعني كتاخذ منها الماء ومجموعه ديال المعادن نسبة كبيرة. هنا الإنسان كيفيق في الصباح أولا تكون عنده التخمة، ثانيا تيكون تيحس بالعطش فوالا، حيت ماشي غير الماء اللي كيعطشنا، مي راه حتى النقص في المعادن كيعطشونا فوالا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو أن الإنسان يعني بلا ما يحس تياخذ بزاف ديال الحويجات اللي فيهم الملح. مثلا كاين اللي تياخذ الزيتون مثلا وتيكثر منه مع السحور فوالا. كاين الناس اللي تياخذوا لي فروماج، دونك لي فروماج اللي فيهم يعني لي فروماج اللي هما معروفين وهذا يعني فيهم نسبه كبيره ديال الملح. وفقط واحد النقطه، الناس كيغلطوا بين الملح والصوديوم. هنا الملح لا، الصوديوم راه جزء يعني مكون من مكونات الملح، لان الملح تتكون من الصوديوم والكلور فوالا. دونك الناس غاسلين غرام ديال الملح تعطينا 400 ملي غرام ديال الصوديوم، حيت بزاف ديال الناس كيخلطوا الملح مع الصوديوم فوالا. شكرا على التوضيح. مرحبا استاذ. دونك الناس تياخذوا الملح بزاف، معروف بان الملح تيخترق جدار الامعاء الدقيقه وكيوصلنا للدم. دونك الدم ديالنا تيكون كما تنقولوا مالح بزاف. اشنو كيدير هذا الشيء؟ يعني الخليه، كاين داخل الخليه وخارج الخليه. دونك خارج الخليه تيكون مالح بزاف وكيدير يعني كيبحال تيتزعي ولا تتكون واحد لافويت ديال الماء خارج الخليه، بالتالي الخلايا تيعطشوا تيريكلاموا الدماغ ديالنا بان راه خاصنا الماء فوالا. الانسان تيولي يحس بالعطش فوالا فوالا. كاينه عاده اخرى هو الناس كيتناولوا بزاف ديال السكر. دونك الملح والسكر هما بحال يعني جزيئات ديال السكر تيقوموا بامتصاص الماء من الجسم ديالنا، بالتالي مخزون ديال الماء تيهبط، بالتالي الانسان تيحس بالعطش. دونك هادو مجموعه ديال العادات الغذائيه اللي كيديروهم الناس وما كيحسوش، يقول لك ما عرفت علاش انا صبحت عطشان وعيان وهذا وهذا الى اخره. نعم، ايضا كاينين بعض الناس اللي كيشرب الحريره او لا تياخذ مثلا الطاجين في الوقيته ديال السحور، فيعني هاد جوج ديال الاطباق المغربيه واش يعني صحيه؟ واش مزيانه نتناولوها في هاد يعني في الوجبه ديال السحور ولا لا دكتور يونس؟
اييه مرحبا. بالنسبه للطاجين هو يعني كما تنقولوا الا كان غير الا كانت فيه الخضره وما كانش فيه الزيت بزاف وهذا ماشي مشكل. مي المشكل هو تيكون فيه بلا ديال لي بروتين اللحم ولا وفيه ليدان بزاف وهذا دونك هنا فين تيكون المشكل. فوالا لا يعني خصنا غير هذا نعدلو في هذاك الطاجين يعني نردو فيه بلا فيه خضار وفي الخضر راه ماشي مشكل فوالا. وبالنسبه الحريره يعني فيها بزاف ديال المكونات اللي فيهم بزاف ديال كما تنقولوا النشويات. انا تتكون النسبه ديال السكر كما تنقولوا طلع لنا في يعني في الجسم ديالنا بالتالي غادي نحسوا بالعطش. انا نقدروا ناخذوا كاين حويجات اخرين اللي نقدروا ناخذوا بطبيعه الحال مثلا اي واد الحريره نقدروا ناخذوا الخبز. فوالا الخبز فيه يعني فيه نشويات يعني ثقيله فوالا. هذوك النشويات كيعطيونا كما تنقولوا ما تيديروش واحد لو بيك ديال الانسولين. حنا كنعرفوا بان السكريات السريعه هما اللي كيديروا لو بيك ديال الانسولين فوالا. اما النشويات يعني السكريات البطيئه الانسولين ديالنا كيتفرز شويه بشويه شويه بشويه. وثاني يعني الدم ديالنا ما تيكونش كما تنقولوا ما تيكونش فيه السكريات بزاف. بالتالي الانسان تيحس كما تنقولوا ما تيحسش بالجوع. نعم فوالا تيفيق في الصباح بكري تيكون عنده تكون عنده الطاقه في يعني في هذا في الجسم ديالو. طيب غادي نتكلموا ايضا في الجزء الثاني معك على الافضل مكونات الوجبه ديال السحور باش نضمنوا طاقه وحيويه النهار كامل. فخليكم معنا فاصل ونواصل على راديو اصوات. مكونات الفطور او السحور المثالي غادي نواصلوا دائما رفقه الاخصائي في التغذيه والحميه العلاجيه يونس الزهري معنا دائما على الخط. طيب تكلمنا على الاخطاء اللي كنقوموا بها والامور اللي خصنا نتفادوها وما نتناولوهاش في الوجبه ديال السحور. فشنو هو السحور المثالي؟ تماما استاذه لمياء. بالنسبه للسحور المثالي فقط بغيت نذكر بواحد الحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيشربوا الماء بزاف السحور. يعني فوالا يعني كيظن بان على شرب الماء بيان سي وراه غادي يبقى هذاك الماء ما غاديش بالعطش. لا الجسم ديالنا تياخذ داك الشيء اللي بغا ديال الماء وتيطرح داك الشيء الاخر على شكل بول اعزكم الله. هنا كتكلم سي يونس على الناس اللي كياخذوا مثلا في دقه واحده لانه تيقول لك الماء كنشربوا على فترات متقطعه ماشي غنجي في دقه واحده وغنشرب واحد لتر ولا نص لتر متابعه. تماما استاذ لمياء. هذه لان بزاف ديال الناس تيوقع لهم هذا المشكل هذا تيجي حتى للدقيقه 90 كما تنقولوا تيبغي يشرب الماء بزاف وهذا دونك كيتبلو احراج وتيبقى ينوض بزاف في الطواليت. دونك هنا بالنسبه للناس من الاحسن انهم يشربوا الماء على فترات متقطعه ويتجنبوا الحوايج اللي كيعطشوا بحال كنا قلنا الاكثار من الملح الاكثار من السكريات الى اخره. دونك بالنسبه للوجبه الوجبه المثاليه دونك هنا دونك اشنو قلنا بان العطش السبب ديالو ماشي غير الماء مي المعادن. هنا ناخذوا الحوايج اللي فيهم المعادن بحال اش بحال التمر مثلا. ناخذوا تمره جوج ثلاثه ما نكثروش فوالا. التمر ناخذوا الفواكه والخضر بطبيعه الحال حتى هما فيهم المعادن فوالا. دونك بالنسبه يعني القضيه ديال المعادن زائد ان الخضر والفواكه فيهم نسبه لا يستهان بها ديال 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 الماء. وقضيه اخرى ديال الالياف الغذائيه دونك هنا الالياف الغذائيه باش ما يكونش عندنا المشكل ديال لا كونستيباسيون القبض. دونك هنا التمر بطبيعه الحال فيه الياف غذائيه وزائد الى خدينا الخضر والفواكه فيهم الياف غذائيه. دونك هنا التمر انا يعني السحور المثالي تمره ياك وفاكهه ولا شي خضره زائد السكريات البطيئه. ان كانت السكريات البطيئه الخبز الكامل ويا سلام اذا كان الخبز كامل بالخميره البلديه وفيه يعني النخاله فيها الالياف الغذائيه وفيها الفيتامينات والمعادن. دونك كنضربوا كما تنقولوا يعني بجموعه ديال العصافير بحجر واحده فوالا. ولا نقدروا ناخذوا البطبوط غير هو الخبز ولا البطبوط ناخذ واحد كميه قليله ما نكثروش بزاف باش ما نكثروش نسبه السكر في الدم ديالنا فوالا. نقدروا ناخذوا بطبيعه الحال شويه ديال زيت العود غير شويه ما نكثروش بزاف فوالا. سيرتو الناس اللي تيكون عندهم زياده في الوزن وهذا حيت معروف بان الزيت بحال دابا معلقه كبيره ديال زيت العود تلقاو فيها 10 غرام ديال الدهون يعني 90 سعره حراريه تقريبا 90 سعره يعني نسبه كبيره تقريبا فوالا. نقدروا ناخذوا شويه ديال زيت العود معروف بان الدهون كيشبعوا فوالا. تنسميوه حنا تسمين وتغني فوالا كتشبع فوالا تنحسو بالشبع. زائد ناخذوا واحد الكاس ديال اتاي يعني كاس
فوالا، وإلا كان ناقص سكر ولا بلا سكر يعني غادي يكون أفضل وأحسن. غير هنا ما ناخذوش القهوة، القهوة هي ديوريتيك مديرة للبول، يعني مديرة للبول كتنشف لوكور ديالنا، ساعتين تا هو ينشف لوكور ديالنا، غير هو ما ناخذوش بواحد الكمية اللي هي كثيرة بزاف. يعني ما نكثروش منه. دونك هذا هو تقريبا السحور اللي هو مثالي، تناخذوا الفيتامينات الأملاح المعدنية الأدوية الغذائية السكريات اللي هي ثقيلة فوالا. عندي سؤال بالنسبة للناس اللي كي مثلا في السحور ضروري خصهم ياخذوا مثلا الريب، اللبن، الحليب، ومثلا السلق أو السفوف، يعني كاين الناس اللي عندهم مثلا هاد جوج المكونات مهمة جدا في السحور. أيه مزيان تماما. بالنسبة للناس اللي كيبغيو ياخذوا السلق دونك بلاص الخبز فوالا، حيت هو مقاد سيرتو إلا كان مقاد بطريقة اللي هي مزيانة. دونك هنا نهضروا على لا كاليتي ولا كونتيتي، يعني الجودة والكمية فوالا. ثلاثة معالق أربعة معالق صغار يكفي فقط، لأنه غني فيه مجموعة ديال الفيتامينات والمعادن وهذا، وفيه لي زوميغا فوالا، لي زوميغا 3 دونك مزيان ماشي مشكل. مع مثلا واحد الكاس ديال اللبن مزيان، أنا تنفضل اللبن. علاش؟ لأن اللبن فيه لي بروبيوتيك البكتيريا النافعة، واحد لابكتيري اللي هي نافعة. دونك هاد لابكتيري كما تنقولوا عندها مجموعة ديال الأدوار في الجسم ديالنا، منها كتحمينا، دونك كنداو بها لا كونستيباسيون القاف، وكنداو بها الدياري يعني الإسهال عند الدراري الصغار. زائد أن هاد لابكتيري اللي هي كما تنسمو البكتيريا الحميدة كتحول الفيتامين كي إلا بغاوها الجسم ديالنا، دونك عندها مجموعة كتطلع لنا المناعة في الجسم ديالنا. دونك أنا كنفضل اللبن مزيان يستحسن فوالا. يعني البنت هو مزيان، الرايب الرايب إذا كان بلدي مزيان وما يكونش فيه السكر وهذا أفضل أحسن. والحليب تا هو مزيان، غير نتأكدوا من المصدر ديالو، إذا كان مصدر طبيعي ومزيان فماشي مشكل، ناخذ واحد الكاس فوالا. غير هو الحليب راه فيه تركيبة اللي هي معقدة، فيه بروتينات وسكريات، هو صعب الهضم فوالا، وثقيل في الهضم. زائد الناس يعني الأكثرية ديال الناس تيكون عندهم مشكل ديال الهضم ديال الحليب. علاش؟ لأن الحليب في واحد السكر ديالو، السكر اللي هو اللاكتوز، واحد الأنزيم اللي تيقطع داك اللاكتوز سميتو اللاكتوز، تيكون ديفيسيت عدد الناس هذا. طيب واحد النقطة إذا اللي بغينا نتكلموا عليها، واللي ربما بزاف الناس كيقول لك كل ما كليت بزاف في السحور كل ما غادي نحس بالشبع مدة طويلة، لو ماشي المهم في الكمية كيف ما قلتي، ولكن مهم يعني في القيمه الغذائيه ديال هذوك المكونات اللي حنا غناكلهم. غناكل بزاف لا يعني بانني ما غاديش نحس بالجوع نهار كامل. هذه كما قلت يا استاذ لميا، هذه معلومه خاطئه. علاش؟ لان نورمالمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيتحرى التمر والماء فوالا يكفي. وكاينين الناس فوالا، كاينين الناس اللي كنعرفهم دي سبورتيف وهذا تيتحرى التمر والماء وفقط، وكيولي يعني كما تنقولوا تيدوز نهار مزيان بخير. علاش؟ لان التمر كما قلنا فيه ماء ومعادن، لان الحوايج اللي كما تنقولوا نقص في المعادن هي اللي كتعطش فوالا. قد ما كلينا بزاف قد ما تيوقع عندنا مشكل ديال سوء الهضم، قد ما تنعطشوا بزاف. علاش؟ لان الطاقه كما قلنا في الاول كتخسر بزاف، الجسم ديالنا كي يعني كيستنزف هذيك الطاقه ديالو يعني في الهضم ديال هاد المواد هذه. طيب اخر سؤال بالنسبه للعصائر، كنتكلم هنا على العصير الطبيعي. كاين الناس ايضا اللي بعض الناس اللي كيفضلوا انهم يتسحر مثلا بعصير طبيعي ما يقدرش ياخذوا في الفطور ولكن غياخذوا في السحور، واش كتنصح به يعني ناخذوا العصير ولا لا؟ ماشي مشكل إذا كان واحد كويس صغير يكون طبيعي، ماشي مشكل فوالا. حنا كنتكلموا على طبيعي بطبيعه الحال. طبيعه الحال فوالا، دونك فيه شويه ديال السكريات، لان العصير بطبيعه الحال يعني فاش كي الفاكهه فاش كتعصر كيطلع فيها سكر فوالا، طلع فيها السكر كيمشيو من الالياف الغذائيه، مي تيبقاو فيها بعض الفيتامينات والمعادن، دونك ماشي مشكل نقدروا ناخذوها. غير ما نكثروش التمر عاوتاني، لان نعرفوا بان الفاكهه فيها سكر اللي هو الفريكتوز، يعني سكر الفاكهه سكر سريع، والتمر فيه الفريكتوز كذلك، دونك ما نكثروش بزاف. يعني ناخذوا حاجه وحده. حاجه وحده، ولا خدينا تمره وحده مع كاس ديال العصير ماشي مشكل. ماشي مشكل. مي فوالا، مي هنا الى الناس اللي كيقدروا انهم يجوعوا ولا كيهبط لهم السكر والى اخره، يقدروا يزيدوا معاه شويه ديال الخبيز ماشي مشكل. نعم. تنشكرك سي يونس الزهري، كنذكر بانك اختصاصي في التغذيه والحميه العلاجيه بالمستشفى الجهوي بني ملال، على كل هذه المعلومات اللي قدمتي لنا. نتلاقاو معك فرصه قادمه دائما على راديو اصوات.